الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الإمام الترمذي رحمه الله: كتاب تفسير القرآن، باب ومن سورة آل عمران. قال المصنف رحمه الله: حدثنا عبد بن حميد. عبد بن حميد صاحب التصنيف، ثقة ثبت، روى له الجماعة. قال حدثنا يزيد بن هارون. يزيد بن هارون من ثقات الأثبات، من شيوخ الكتب الستة. وسعيد بن عامر مقرونا به. نعم. قال عن محمد بن عمرو. سعيد بن عامر الضبعي صحيح، مصطفى بن معين، قال ابو حاتم صدوق. قال عن محمد بن عمرو. محمد بن عمرو الليثي هو ثقه، قال نسائي لا باس به، وقال ابن معين ثقه. قال عن ابي سلمه. ابو سلمه عبد الرحمن بن عوف، وهو من خيار التابعين، وفي قول انه من الفقهاء السبعه. قال عن ابي هريره رضي الله عنه قال. ابو هريره رضي الله عنه وارضاه من السبعه المكثرين عن النبي الامين، بل هو سيد السبعه المكثرين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلى الله عليه وسلم، إن موضع صوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها، اقرأوا إن شئتم، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. الله أكبر. يعني هذا حديث الصحيحين، لكن بدون زيادة اقرأوا إن شئتم. قال المصنف رحمه الله: حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني. حسن محمد الزعفراني، عندنا الحسن محمد الحلواني ايضا. حسن محمد الزعفراني قال: احمد ما بلغني عنه الا خيرا، وهذا معناه او الا الخير، وهذا معناه انه ثقه، ولذلك قال النسائي ثقه. قال حدثنا الحجاج بن محمد بن المنهال، صحيح؟ اعتقد المصيصي. من أزمة الناس من جرج. نعم، فهو من الثقات. قال ابن جريج. إذا الحجاج أثبت الناس من جريج، فهذه متانة. ابن جريج طبعا مكي من ثقات الأثبات من الأخيار، لكن يدلس ومراسيله كالريح. قال اخبرني ابن ابي مليكه. من خيار التابعين، ابن ابي مليكه هو الذي قال: ادركت ثلاثين من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يخشى على نفسه النفاق. ان حميد بن عبد الرحمن بن عوف اخبره ان مروان بن حميد بن عبد الرحمن ثقه، والثقه والاجل ابو زرع. اخبره ان مروان بن الحكم قال: اذهب يا رافع لبوابه. لبوابه. اذهب يا رافع لبوابه إلى ابن عباس رضي الله عنهما فقل له: لئن كان كل امرئ فرح بما أوتي وأحب أن يحمد بما لم يفعل معذبا لنعذبن أجمعون. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: ما لكم ولهذه الآية؟ إنما أنزلت هذه في أهل الكتاب. ثم تلا ابن عباس رضي الله عنهما: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس، وتلا: لا تحسبن الذين يفرحون بما آتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. قال ابن عباس رضي الله عنهما: سألهم النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء فكتموه وأخبروه بغيره، فخرجوا وقد أروه أن قد أخبروه بما قد سألهم عنه، واستحمدوا بذلك إليه، وفرحوا بما أوتوا من كتمانهم وما سألهم عنه. هذا حديث حسن صحيح غريب. في الباب الأول في الحديث، اي واحد ولا يحسبن ما اخذنا ايش؟ لا يحسبن الذين يبخلون. طب اقراه. ماشي جيد. قال المصنف رحمه الله: حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان قال عن جامع. احنا تكلمنا عنه، الاسناد نفسه كله تكلمنا عنه. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يبلغ به الى النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من رجل لا يؤدي زكاة ماله إلا جعل الله يوم القيامة في عنقه شجاعا. ثم قرأ علينا مصداقه من كتاب الله عز وجل: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله
الآية. وقال مرة قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم مصداقه من كتاب الله: إن الذين يشترون بعهد الله الآية. هذا حديث حسن صحيح، ومعنى قوله شجاعا أقرع يعني حية. نعم، هذا حديث عظيم في الباب الأول في الكلام على تفسير سورة آل عمران، في قول الله تعالى: ولا يحسبن الذين يكفرون بما آتاهم الله من فضله وخير لهم بل وشر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. يبين الله تعالى ذلك تفسيرا وبيانا. ولا نقول هنا الآن قال: ولا يحسبن الذين يبخلون. البخل من أذم الصفات التي يتصف بها المسلم، فالمسلم لا يكون جبانا ولا يكون بخيلا، والمسلم لا يكون كذابا. فالبخل من أعظم الصفات سوءا، ومن أعظم الصفات بعدا عن أخلاق أهل الإيمان. والبخل من صفات الكفار، والبخل من صفات المنافقين. ولذلك قال ابن عباس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يدرسه جبريل بالقرآن. فلرسول الله أجود بالخير من الريح المرسلة. ولذلك الملكان يدعوان يقولان: اللهم أعطي منفقا خلفا، وأعطي ممسكا تلفا. الذي أمسك بخلا والمال ميال بالناس، فإن هذا أولا ليس بصادق، وأن هذه من صفات المنافقين، وليست هذه من صفات المؤمنين الخلص لله رب العالمين سبحانه جل في علاه. لذلك قال: ولا يحسبن الذين يبخلون بما أتاهم الله من فضل. والجزاء من جنس العمل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من رجل لا يؤدي زكاة مال. والزكاة المفروضة ركن من أركان الإسلام، قال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، وذكر منها الزكاة. وقال لمعاذ: فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله. ثم قال بعد ذلك: فإنهم أطاعوك فأعلمهم أن الله تعالى قد افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة. وقال وأيضا أن تؤخذ، فإن أجابوك فأعلم أن الله تعالى قد افترض عليهم زكاة صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، وقد جعل الشرع الزكاة، جعل لها ضوابط، منها بلوغ المال النصاب وأيضا حولان الحول. فإن حال الحول وبلغ المال النصاب فعليه الزكاة، والزكاة هي ربع العشر. كما ورد عن علي بن أبي طالب وعن غيره في تأصيل هذه المسألة. الشاهد من الباب أنه قال: جعل الله له يوم القيامة شجاعا، شجاع أقرع حية لا شعر فيها من شدة السم، فيعني يلهز وينهش يوم القيامة. ثم قرأ قول الله تعالى: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله وخير لهم. قال: سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. فيها هناك طبعا هذا رد على المعتزلة ورد على هؤلاء الذين ينفون مثل هذه الأحاديث التي فيها ما فيها من الغيب، والذي فيه أهل الإيمان الذين يؤمنون بالغيب حقا يقولون: كله من عند ربنا، آمنا به كله من عند ربنا. فالله تعالى يجند له شجاعا أقرع، في يعني من شدة السم يلهزه، من أجل أنه قد بخل لما بخل على عباد الله جل في علاه بما رزقه الله جل في علاه. وإلا فالمال مال الله، وهو عارية عند المكلف. ولذلك سمع رجل من سحابة يقال لها: اسقي حديقة فلان. فلما سأل واستفسر قال له: أما وإن قلت كذلك فإني أقسم حديقتي أثلاثا، ثلث يرجع إليها نفعل لها، وثلث لأهلي ولأولادي، وثلث لله جل في علاه شكرانا. فالبخيل إن الله جل في علاه يجند له شجاعا أقرع يوم القيامة جزاء وفاقا وأجرا تباقا، هذا قبل أن يرى سبيله إلى الجنة أم إلى النار. قال: سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. ومن ذلك أيضا
هو القسم أو يمين الغموس من أجل أن يأخذ مال المسلم ويستبيحه، ومن اقتطع مال أخيه المسلم بيمين. قال ومن اقتطع مال أخيه المسلم بيمين، المسلم هنا قيد أغلبي، وإلا فالذمي والمستأمن والمعاهد لا يجوز السط على ماله، أما الحرب فأمر آخر. فهنا في قوله من اقتطع مال أخيه المسلم، المسلم هنا أغلبي، فلا يجوز أن يقتطع ولا يجوز أن يأخذ المال بحال من الأحوال أيضا من الكافر من أهل الكتاب، كما أنه لا يجوز أن يأخذه من المسلم. قال ومن اقتطع مال أخيه المسلم بيمين لقي الله وهو عليه غضبان، لقي الله وهو عليه غضبان. ثم قرأ قول الله تعالى إن الذين يشترون عهد الله وآياته ثمنا قليلا. فهذا الباب باب يوضح لنا وجوب الزكاة وفرضية الزكاة، وأن من منع فخسارته على نفسه، وأما من منع فإنه يوم القيامة يسلط الله عليه شجاعا أقرع يلهز ويقول أنا مالك أنا مالك أنا مالك، ويكون نقمة يكون المال نقمة عليه لا نعمة له، لأنه لم يؤدي المال في صلاحه وفي قوامه. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال المال الصالح للرجل الصالح، المال الصالح للرجل الصالح يعينه على طاعة الله جل في علاه. طيب الباب الذي يليه ففيه قول النبي صلى الله عليه وسلم إن موضع صوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها، ولم يزد اقرأوا في الصحيحين أتى بذلك، ولم يزد اقرأوا إن شئتم فمن تحصى على النار أدخل الجنة فقد فاز. نعم موضع صوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها، لو لم يكن في الآخرة إلا البقاء ولم يكن في الدنيا وزخرفها إلا الفناء لكفى مفارقة. ولذلك قال بعض العقلاء يعني قال بعض العقلاء المال قال لو كانت الدنيا ذهب باقي والآخرة خزف باقي لأثرت الخزف الباقي على الذهب الفاني، لأن الدنيا بما فيها من بهرج وبما فيها من زخرفة بما فيها من يعني بعض المتع فإنها إلى زوال، وهي دنيا دنية يعني حقيرة لا تساوي شيئا، وهي أيضا يعني من الذنوب من الخلد انتهى أجلها وقد اقترب انتهاؤها. لذلك قال عمر بن الخطاب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن كن في الدنيا كأنك غريب أو عامل سبيل، قال فإن أصبحت فلا تنتظر المساء وإن أمسيت فلا تنتظر الصباح. وكان ابن أبي طالب يقول الدنيا ترحلت مدبرة والآخرة ترحلت مقبلة، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا. لذلك يجهز الله عبادهم في الدنيا ويبين لهم مرغبا الآخرة وما في الآخرة من خير ومن متاع. قال الله قال النبي صلى الله عليه وسلم لموضع صوت في الجنة، شوف صوت هذا كم يأخذ إصبع إصبعين ثلاثة، موضع صوت فقط في الجنة خير من الدنيا وما فيها، موضع صوت فقط في الجنة قد يعني خير من الدنيا وما فيها، خير من الدنيا وما فيها. فلذلك وجب على العاقل الراشد أو على العاقل اللبيب الرشيد بأنه يعني يعمل لما يبقى ويترك ما يفنى ويزهد فيما يفنى، وما يريد إلا ما يبقى عند ربي جل في علاه. إذن يبتني البنايات عند الله جل في علاه، غرس تغرس الملائكة، غرس يغرس رب العالمين، بناية لا يمكن يعني أن تهدم بحال، وفيها ما فيها من الملك التام في الآخرة، وفيها ما فيها من السعادة الأبدية السرمدية. فلذلك على المرء أن يؤثر الآخرة على الدنيا، إن موضع صوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها. ولذلك آخر رجال دخولها الجنة رجل يعني خرج وطلب من الله على مطالب ثلاثة، منها أن يقربه من باب الجنة فطمع فيها، وهو ما قربه إلا ليطمعه إلا ليدخله، فقال تمنى، ثم قال تمنى تمنى تمنى، ثم قال لك الدنيا وعشرة أمثالها، لك الدنيا هذه لا تساوي شيئا وعشرة أمثالها. لذلك قرأ الله على فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا في الآخرة وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وأما الثاني فهو اليمين الغموس، نعم
فيها فضل الاخره وفيها فضل الجنه وفيها ايضا التعقيب على الكلام على مساله الدنيا. الداعي اليها الله تعالى او الداعي الى الزهد فيها الله تعالى في علاه بقوله واضرب لهم مثل حياه الدنيا كماء انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض فاصبح هشيما تذروه الرياح. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: مالي وللدنيا كراكب قال تحت ظل شجره ثم تركها وراء. وين انا بتعالج ضيعت الحديث. اما حديث الذي بعده بعث مروان الى ابن عباس وقلنا هذه تكرار الكلام على انه الرجوع الى العالم فيما استشكل فيه، فرجع ابن عباس رضي الله عنه وارضاه. وهذه فيها دلاله على اذعان الجميع بفضل ابن عباس وبعلم ابن عباس بكلام الله جل في علاه، وانه حقا حبر الامه وهو مفسر هذه الامه، مفسر القران لهذه الامه. بعث عليه وقال له، يعني قال له: لو كل امرئ فرح بما اوتي واحب ان يحمد بما نفعل معذبا لنعذبن جميعا، لقول الله تعالى: ولا تحسبن الذين يفرحون بما اتوا ويحبون ان يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازه من العذاب. فقال ابن عباس: ما لكم ولهذه الايه، ما لكم ولهذه الايه، انها نزلت في اهل الكتاب، انها نزلت في اهل الكتاب. ولما نزلت قال ابن عباس: سالهم النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء فكتموه واخبروه بغيره فخرجوا وقد أروا أن قد أخبروه بما قد سألهم عنهم واستحمدوا بذلك إليه وفرحوا بما أوتوا من كتمانهم وما سألهم عنه النبي صلى الله عليه وسلم. لما كتموا ما سألهم النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا يورون بالكلام ذهبوا فرحين يحسبون بأنهم قد أحسنوا صنعا، فأنزل الله مهددا: ولا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب. ادخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا واخذوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم كما قالوا هو اذن، فكانوا يحيكون للنبي صلى الله عليه وسلم. اما في الحديث في الاول فهو في قوله بعدما رجع عليه وقال: ان كان كل امرئ فرح بما اوتي لنعذبن جميعا، فالله جل في علاه قال: قل ما أنكر زينة الله أخرج العبادي والطيبات، لا قل من إيش، قل من حرم، قل من حرم زينة الله التي أخرج العبادي والطيبات من الرزق. فهنا ابن عباس قال: نزلت في اليهود، ولنا وقفة مع قوله نزلت في اليهود، لأنه في قوله نزلت في اليهود نحن نقول شرع ما قالنا شرع لنا. وحذيفة قال كلاما من ذهب في هذا الباب، قال حذيفة: يعني نعم أبناء العمومة هم، يعني نعم أبناء العمومة اليهود والنصارى، إذا جاءت المرة نزلت فيهم وإن كانت الحلوة فيا لكم. لا، والمسألة على ما بينا قبل ذلك في التقعيد في مجالس القرآن بأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وأن السبب سبب النزول لا يقيد ولا يخصص، وأن سبب النزول لا يقيد ولا يخصص. لذلك قال لما قال ابن عباس: ما لكم ولها، يعني أنتم لا تضمرون، لأنهم يضمرون ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم ويتحايلون عليه وأنتم لا تفعلون ذلك. كل ما هنالك بأنهم يمكن أن يفرحوا بما رزقهم الله جل في علاه، وهذا من السنة. عندما قال: أحدنا يحب أن يكون نعله حسنا وثوبه حسنا، فمدحه النبي صلى الله عليه وسلم وما ذمه، مدحه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذمه. يبقى إذن هذا الحديث الثاني أو الثالث، قول الله تعالى: أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبينن للناس إلى أن قال: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب. تارك الزكاة ليس بكافر، تارك الزكاة ليس بكافر.
طبعا الحديث ابن مسعود امام الرجل من ارض كذا مالك العقاف الانصات يدل على انه ليس بكاف ان يرى سبيله الى الجنه ام الى النار. الجزاء من جنس العمل. حقارة الدنيا موضع صوت في الجنة خير من الدنيا ما فيها. حقارة الدنيا مدعاة طبعا للزهد، الرجوع للعالم، رجعوا لابن عباس، على المرء أن يتناسى الخير الذي يفعله، على المرء أن يتناسى الخير الذي يفعله. كم كده؟ أربعة. لأنه ما يفرح ما أتى إلا بأنه وضع نصف عينيه. خمسة؟ خلاص. لنجوع للعالم الرابع. نعم، لو في أسئلة تفضلوا. ويقول هل يجوز تعلم العلم الشرعي لأجل الحصول على الوظيفة والعمل؟ إذا تعلم العلم الشرعي من أجل الوظيفة فهذا تعلم العلم لغير الله، ومن تعلم العلم لغير الله لم يرح رائحة الجنة أعوذ بالله، بل هو يتعلم لله جل في علاه ويترك الأمر الوظيفة هذه الله تعالى سيعطيه فوق ما يؤمل وما يرتجي. قال الإمام الثوري هذا العلم شريف، من أراد به الدنيا أخذها ومن أراد به الآخرة أخذها، فليبيت النية على أن هذا العلم نصرة للدين تعبدا لرب العالمين فيرتقي بهذا منازل علا، إياه ثم إياه أن يضيع نفسه بمثل هذا. تقول كيف التوفيق بين أن تارك الزكاة ليس بكافر وبين محاربة أبي بكر رضي الله عنه لتارك الزكاة؟ نعم، هذه ففرق بين المحاربة ومن التكفير، هو ما قاتلهم على أنهم كفار، وإلا فكل طائفة لها شوكة ومنعة امتنعت عن شعيرة من شعائر الإسلام جازت مقاتلتهم. وقد قال أبو بكر رضي الله عنه أرضاه قال لعمر بن الخطاب، قال له والذي نفسي بيدي لو منعوني عناقا أو عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. نعم. وقال لأقاتلن من فرق بين الصلاة وبين الزكاة. يعني أنت بمنزلتي مهدور الدم، لأنه كان مهدور الدم كافر، أنت مهدور الدم بقتلك إياه قصاصا النفس بالنفس، وهو بمنزلتك قبل أن تقتله يعني معصوم الدم بعدما أسلم، لأن السلام قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإن قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم وأعراضهم وحسابهم على الله.